أكد معالي الشيخ سلمان بن خليفة الخليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني على مواصلة التنسيق والتعاون المشترك بين السلطتين التنفيذية والتشريعية من أجل تحقيق التطلعات المنشودة للحد من آثار وتداعيات فيروس كورونا كوفيد-19 على الاقتصاد تحقيقا للتنمية المستدامة بما يصب في صالح الوطن والمواطن، منوها معاليه بأهمية تكاتف الجميع والعمل بروح الفريق الواحد لتخطي المرحلة المقبلة بكل نجاح تنفيذا لرؤى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله، ومواصلة لقرارات الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء حفظه الله، ودعما للجهود الوطنية بقيادة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حفظه الله. جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقد عن بعد في إطار استمرار التنسيق والتعاون المشترك بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، واجتمع الفريق الحكومي متمثلا في معالي الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني، وسعادة السيد جميل بن محمد علي حميدان وزير العمل والتنمية الاجتماعية، وسعادة السيد غانم بن فضل البعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب، وسعادة السيد زايد بن راشد الزياني وزير الصناعة والتجارة والسياحة، مع أصحاب السعادة رئيسي وأعضاء اللجنة المالية والاقتصادية بمجلسي الشورى والنواب لاستعراض أبرز المستجدات والمبادرات المالية والاقتصادية لمواجهة الآثار الاقتصادية الناتجة جراء تداعيات فيروس كورونا. وقال وزير المالية والاقتصاد الوطني إن البحرين تعمل وفق منهجية مستمرة قائمة على دراسة كافة السيناريوهات ووضعها محل التنفيذ متى ما اقتضت الحاجة ضمن خطوات استباقية وإجراءات شاملة تعمل قدر المستطاع على تخفيف الآثار الاقتصادية لجائحة كورونا. وأضاف معاليه إنه في ظل الظروف الراهنة لفيروس كورونا سيتم توجيه كافة المبادرات لإسناد القطاعات الاقتصادية الأكثر تضرراً بما يسهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية. ونوه معاليه بأن مساعي التصدي للفيروس وضعت صحة وسلامة المواطن واستقرار وضعه الاقتصادي أولوية قصوى، وعليه تم وضع الخطط والمبادرات المختلفة لتحقيق الأهداف المنشودة للحزمة المالية والاقتصادية التي تم إطلاقها تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية بقيمة 4.3 مليار دينار بحرينية. واستعرض معاليه تفاصيل مبادرات الحزمة المالية والاقتصادية التي بلغت 32.2% من حجم اقتصاد البحرين، وما لها من انعكاسات إيجابية على الحركة الاقتصادية في شهر مايو، مشيرا إلى أن أولويات التعامل مع التحديات الاقتصادية هي الحفاظ على العمالة الوطنية وإسناد القطاعات الاقتصادية الأكثر تأثرا. وأوضح معاليه أن الاستمرار في ضخ السيولة في الاقتصاد الوطني ساهم في مضاعفة حجم صندوق السيولة من 100 مليون ليصل إلى 200 مليون دينار. من جانبه أكد سعادة السيد جميل بن محمد علي حميدان وزير العمل والتنمية الاجتماعية أن الحزمة المالية والاقتصادية وما تتضمنه من مبادرات تعكس حرص الحكومة الموقرة واهتمامها بالمواطن من خلال الاستثمار فيه ووضعه نصب عينيها في كافة خططها ومبادراتها المتنوعة، حيث تم توسعة نطاق الحزمة لتسهم في إسناد القطاعات الأكثر تضرراً. وأعرب سعادة السيد غانم بن فضل البعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب عن شكره وتقديره لرئيسي مجلسي الشورى والنواب والسادة أعضاء السلطة التشريعية على ما يبدونه من اهتمام وتعاون مستمر مع السلطة التنفيذية في مختلف المجالات بما يصب في صالح الوطن والمواطنين، مشيدا بالتعاون الذي تبديه السلطتان وجعلها المواطن أولوية في كافة مساعيها. وأضاف سعادة السيد زايد بن راشد الزياني وزير الصناعة والتجارة والسياحة أن المبادرات في القطاعين التجاري والصناعي مستمرة لتجاوز كافة التحديات بالتعاون المشترك مع غرفة تجارة وصناعة البحرين والجهات ذات العلاقة بما يسهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية ونمو كافة القطاعات واستعادتها لحيويتها ونشاطها بما يعزز دورها في نماء وازدهار البحرين.